اهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدينا الكرام. نتابع مع المحترم الاب البروفيسور جورج حبايقه رئيس جامعه الروح القدس الكاسليك. تفضل محترم. ارجوك اذا بتسمح لي ارجع اطلب منك نعيد اكيد لنكون في التركيز. حدث زياره قديسه البابا للامارات العربيه المتحده وخاصه لقاء بشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، هذا كان فعلا مش حدث عادي من يومياتنا المبتذله والتافهه. هذا كان حدث تاريخي سيذكر التاريخ، والبدي يذكر التاريخ أكثر هو الوثيقة يلي مضيوا عليها اثنيناتهم، يلي رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم والمرجع الأساسي للمسلمين بجامع الأزهر بمصر الدكتور أحمد الطيب. إذا بتقرأ الوثيقة خينا جورج، نقلة نوعية واستثنائية، يلي لفت لي نظري عدا عن الأمور الأساسية أكيد بالتحاب بالتلاقي قبول الآخر المختلف كل هالأمور العظيمة، هو موقع المرأة، موقع المرأة في المجتمع. كيف الدكتور أحمد الطيب وصل إلى هذا الرقي العظيم وهذه الشجاعة الغير متوقعة تيعطي المرأة هالمكان المروقة ويمدعها الوثيقة. يعني أنا بتعرف في حلقات سابقة حكيت عن ميثاق المدينة يلي هو صحيفة المدينة أو دستور المدينة بين نبي المسلمين وبين أكيد أهل والقاطنين يلي كانوا سكان مدينة يثرب. بالواقع الوثيقة يلي مضاها قديس البابا والدكتور أحمد الطيب بتصور تساوي تاريخيا وكقفزة نوعية بالتعاطي مع التاريخ والزمن بتساوي ميثاق المدينة، قفزة نوعية ومهمة جدا. أنا كنت دائما أقول مثل ما قلت لك، وكنت بمقابلة على تلفزيون بالعراق بأربيل فاجأتهم لما قلت لهم أنا مقتنع أنه الإسلام الجديد آتي. حلو. مثل المسيحية، تطور تبع داخل المسيحية وكل الثابت في تاريخ البشر هو التغيير. ما لازم أبدا نكون خايفين، الزمن كتير بمحص أمور يلي كل الأمور التافهة بتسقط بجذب وبيشحل كل شيء ما له مش لا يدخل بالجوهر، كل هالعوارض تسقط. أنا بعتقد أنه الإسلام الجديد الممحص عبر هالتجارب يلي مخيفة جدا ومؤلمة، يعني آخر محن يلي تعرض للإسلام، يعني حتى المسلمين صاروا متضايقين من حالهم في العالم، يعني الإسلاموفوبيا يلي صارت انتشرت بالعالم، ما هذا شيء مزعج، يعني عم بتشوه صورة الإسلام، هذا ما حدا بيقبله. البدايات تبع الإسلام مثل ما قلت، البدايات المشرقة يلي نبي المسلمين مع قس ورقة بن نوفل، مع راهب بحيرة، مع الكنيسة ككل، زواجه الأول من خديجة مسيحية يعني بنت عمه للقس ورقة بن نوفل. صحيح. وحتى بالكتب سيرة النبي، سيرة يعني السيرة النبوية، بيقول لك كلله عن الطبري، كلله القس ورقة بن نوفل على خديجة، ما قال عقد القران، كلله يعني حفلة إكليل يلي هيدي كلمة زواج مسيح، يلي هو كلمة فعلا بس للزواج المسيح. بدي أقوله أنه هذا التكامل والسير معا بين المسيحيين والمسلمين هيك لازم يكون، العكس هو الخطأ. يعني محمد السماك اللي بيعتبره يعني أكيد شخص مميز، أثرني جدا لما خبر مرة بلقائاتهم وقت كانوا يعملوا سينود عن لبنان بتاع قداسة البابا. صحيح. البابا العظيم يوحنا بوش الثاني، كان نهار جمعة عم يخبر، نهار جمعة بوقت الصلاة للمسلمين، هو خبرها بدهم يتركوا الجلسة ويروحوا إلى الصلاة مثل عادي مثل ما بدنا. شو قال لهم البابا؟ قال لهم إذا بتسمحوا اذكروا لبنان في صلاتكم. عم بيخبرها هو قديش كان متأثر. ليش؟ اللي عم بيحكي معه مين؟ البابا القديس يوحنا بوش الثاني يلي وضع لبنان على منصة المرجعية العالمية للدول المتعددة ثقافيا ودينيا وحضاريا، يلي رفع لبنان. بتعرف مش معمول بالتاريخ الكنيسة الكاثوليكية سينورس من أجل بلد، دائما بياخذوا منطقة، لأول مرة من أجل لبنان. صحيح. ليش؟ لأنه هذا البابا العظيم يلي حبنا محبة لا توصف شاف بها لبنان رسالة للعالم ككل، رسالة التعددية، لأنه خارج التعددية يا أعزائي والتنوع هو موكب جنازة الحياة، ما في حياة خارج التنوع. قديسة البابا شايف بهالبلد يلي من القرن السابع لهلأ بشكل متواصل بدون أي انقطاع، المسلم يولد في حضن التنوع والمسيح يولد في حضن التنوع. جميل جدا نشوف الآخر المختلف معك وطريقك إلى ذاتك وشأفي من ذاتك، لأنه مصيرنا مشترك، ما في ولا ممكن في تتصور أنه عندك مصير منفصل عن خيك وشريكك في كل شيء. محترم، بس منذ ذاك الوقت ألم تجري مياه كثيرة؟ ما مياه معوكرة، مياه صافية، مياه اللي فينا نقوله منذ ذاك الوقت، عم نحكي من ألف سنة وأكثر من ألف سنة،
في عندك الإسلام الوهابي، عندك الإسلام الإخوان المسلمين، عندك غير إسلام، وعندك المسيحية أيضا. يعني المشاكل متداخلة ومتنافرة، لكن الذي طغى والذي ظهر والذي سيطر في عنا هذا الحضور القوي للأفكار الإسلامية التي تطغى على الاعتدال وعلى التسامح وعلى المحبة وعلى قبول الآخر. أنت كمان مؤمن، في تغير مخالف، مؤمن أنه هذا الإسلام أيضا سوف يتغير وسوف يندرج في إطار التيار الآتي؟ بدون شك، بدون شك. هذه قناعة الذاتية خينا جورج. أنا اجتمعت مع شيوخ مسلمين أصدقاء لي وقلت لهم، قلت لهم تعرفوا أنتوا الإسلام دائما بيعرف عن نفسه، هذا شيء جيد جدا، يعني إنه منه دين مستقل، يعني بتعرف آت من اليهودية والمسيحية، هو تتويج لهذا المسار بيعرف عن نفسه بهالشكل. أنا قلت لهم يعني الآية الأولى بالقرآن الكريم اللي هي همزة وصل ضمن هذا التراث الإبراهيمي المتنوع اليهودي والمسيحي وبعدين الإسلامي، هي الآية الأولى يلي بتحدد جوهر الله ضمن السياق الإبراهيمي، يعني من التوراة إلى الإنجيل، وبيذكر بشكل واضح القرآن الكريم انه قبل ما ينزل الله حسب المسلمين وراء المسلمين انه هذا الوحي التنزيل في القرآن انزلنا سابقا في التوراة وفي الإنجيل هديا للناس. يعني دائما بالقرآن بشدد على هذه الوحدة ضمن العائلة الإبراهيمية. قلت لهم الثالوث الإسلامي بالآية الأولى لما بقول بسم الله الرحمن الرحيم بشدد على شو؟ على جوهر الله يلي هو حب، يلي هو مغفرة، شفقة وحنان، هذا هو جوهر الله. بالكتاب الأدب بالإنجيل الله محبة بالعهد القديم وين ما كان. قلت له هيدي همزة الوصل. شو قلت له؟ قلت له هعطيك يا سمحت الشيخ مثل قاعدة فقهية، كل تفسير لأي آية في القرآن الكريم لا ينطبق مضمونها على تحديد جوهر الله في الآية الأولى هي ليست بقرآنية، بتخدها كمرجع كمعيار وبتشرح القرآن كله سوى القرآن الكريم على ضوء هذا الثالوث الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه بتعرف بسورة المائدة سورة التوبة، سورة التوبة وبالقرآن بشكل متفرق عندك 250 آية عنفية، إذا ما بيطبقها المسلم ما بدلش حدا طيب لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. طيب كيف بدك توفق بين هالآيات العنفية وبين جوهر الله يلي هو بسم الله الرحمن الرحيم؟ خلي كل مسلم يقف قدام ضميره، وعندك مسلمين منورين ممتازين جدا عندهم مستوى إنساني رائع عايشين الآية الأولى الله رحمن رحيم وبيفسروا هالآيات العنفية بشكل آخر. اليوم أكيد في عندك تيار جديد داخل الإسلام سيجدد وجه الإسلام وسيتعارض مع كل التيارات العنفية يلي جعلت الإسلام يفوت بشرنقة خانقة وتقطع له وتقطع له كل تواصله مع الآخرين. اليوم عندك لقاء اللي صار بالإمارات، كنت تتصور بعالك؟ كنت تتصور بعالك أنت حتى إذا كان عندك خيال مجنح أنه يوما ما قداسة البابا سيحتفل بقداس عظيم عم بيشترك فيه 150 ألف وين؟ بالخليج. طب الغير متوقع عم يحصل. طيب ليه عم يكون عنا هالصداقة مع الأفكار يعني السويدوية أو السوداء؟ ليش عنا هالعلاقة العميقة مع التشاؤم؟ بقول لك كلمة كتير جميلة، أحد الفلاسفة قال il faut savoir allier le pessimisme de la pensée à l'optimisme de la volonté. علينا أن نوفق بين تشاؤم الفكر إيه وعندك وتفاؤل الإرادي. خي جورج لما تيجي بتقارب كل موضوع إنساني وكل حالة إنسانية شو بدك؟ دائما التحليل بوصلك الى نتيجه واضحه، يعني مشكله الأد ناجحه بكل شيء، يعني دائما في معطيات سلبيه في كل امور الانسان، لانه اذا في شيء كامل بالانسان هو شو؟ النقص. هذا هو الشيء الكامل عند الانسان، النقص. طيب هذا هو التشاؤم، تشاؤم الفكري. لما بتعمل فكرك في اي موضوع انساني ستخرج بهذه النتيجه انه وضع سيء أو مش كتير ناجح. ولكن شو عنا؟ عنا طاقة تفاؤل الإرادي. تفاؤل الإرادي بتعطيك إرادي وقوة وزخم لتغيير الواقع. أنا هذا بدي أقوله للبنانيين لكل شخصية ولكل واحد، إنه لي علينا أن نوفق بين تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادي. تفاؤل الإرادي شيء أساسي اللي هو شبيه عنا عن المسيحيين بالرجاء. الرجاء المسيحي يا أخي
هو مختلف عن الأمل. رجاء المسيح يتضاعف قوة وزخما في المحن والمصاعب وخيبات الأمل، بينما الأمل يكون قريب جدا من عند الأمنية، والأمنية تتحطم على صخرة الواقع. صحيح. نحن ما لازم يكون أبدا عنا يكون عنا صداقة مع التشاؤم، دائما تكون ناطرين اليوم الأجمل. وهون دائما بيحضرني قول شهير لأبونا يسوع، ترك الهند وعاش بالولايات المتحدة الأمريكية وتوفي بعمر 58 سنة، أنتوني ديميلو. أنتوني ديميلو من أجمل الكلام اللي تركنا إياه، ترك لاهوت قريب من أذهان الناس، مش هاللاهوت العويص يلي ما فيك تفوت له إلا بإعمال فكري، يعني كتير بده في جهد، قريب من العالم. قال لهم كلمة جميلة جدا لازم كل الناس يحفظوها، والمنهين كمان: Say goodbye to golden yesterdays, the best is yet to come. كل وداعا للأيام الجميلة المذهبة، اليوم الأجمل هو الآتي يا حبيبي. كل واحد منا كمسيحي ما لازم أبدا يصفي نوع من عنده مراثي على الماضي، يعني صفي على الواقع. بس بيقول لك رزق الله أيام الماضي الجميلة، خي شو بتعرف من أيام الماضي؟ دائما بنقول الماضي كان جميل وأفضل. يا أخي اللي كانوا بالماضي كانوا نعطين أيام أفضل. خود رسائل البابوات والمسؤولين البطاركي والأساقفة يلي رافقوا الكنيسة وشعب الله، عم بحكي بس مسيحيا، مش دائما ببلشوا برسالتهم في هذه الأيام العصيبة وفي هذا الزمن الرديء وفي هذا الوقت المفصلي. يا أخي كل الإنسان، نحن إذا بدي أعمل مقاربة أنطولوجية للإنسان وفكرنا المسيحي، نحن في منفى، نحن منفيون في هذا الوادي، وادي الدموع. لما بتكون بمنفى ما رح تيجي تدخل بالتفاصيل عن واقعك. واقع المنفي معروف، عندك أمور سيئة وعندك وجع وعندك استحقاقات الموت والألم وكل الأمور والأمراض والحوادث الأليمة، ولكن نحن كمسيحيين ناخد كل هالأمور هيدي كوجع المخاض، وجع المخاض، وناطرين اليوم الأجمل هو الآتي. هيدي المقاربة اللي بعملها دايما، وبدع الناس خاصة بلبنان، بلدنا عظيم، بلدنا عنده طاقات مذهلة، ولكن المؤسف انه اليوم السياسيين بعد ما اخذوا القرار يعملوا بلد. يعني هلأ اللي بتاع شايف حملة كبيرة عن الفساد كل دوائر الدولة. المؤسف انه بمقاربتهم للنظام اللبناني بيجوا يلصقون الفساد بالنظام الطائفي اللبناني. هيدي قمة الخطأ وقمة الضلال. اليوم ما في اي نظام بيؤدي الى فساد، ولكن طبيعة الانسان بحد ذاتها هي فاسدة، والا ليش عندك لجان مراقبة وتدقيق بكل دول العالم يلي هي ديمقراطية فعلا عن جد، يلي بيخاف الإنسان يغلط غلطة صغيرة لأنه يحاسب؟ ليه؟ لو الطبيعة البشرية بخير كنا بحاجة لهاللجان للمراقبة وللقوة المسلحة للردع. فإذا عندك طبيعة الإنسان هي عندها انحراف أساسي وجوهري. نحن بلبنان عندنا نظام راقي جدا، هو نظام إشراكي لكل مكونات هذا البلد، مثل النظام السويسري دائما بحكي عن هالموضوع. الفساد بلبنان هو قرار بدك تاخده. ليش عأيام مثلا الرئيس شرحله وصل القضاء اللبناني إلى أعلى درجة من الاستقلالية والفعالية؟ لأنه كل ما بيكون القضاء مستقل غير خاضع لتوجيهات السياسيين، كل ما بيكون عنده حكم عادل ويلغي الفساد أو يحجم الفساد. لأنه بتعرف اليوم الإرهاب ما فيك تلغيه، ما فيك تشلطه، بس فيك تحجمه. الفساد ما فيك تلغيه. بأرقى دول العالم عندك هامش من الفساد موجود، ولكن بمرقوه بشكل قانوني من ما بتشتق له وبيقدروا يظبطوا حالهم لأنه الطبيعة فاسدة. ولكن احنا بلبنان لما بياخدوا القرار انه فعلا بدو يجعلوا هالمواطن عم ينخدم بدون ما يبتزوه يوميا، الابتزاز المالي بكل معاملاته. اليوم في طروحات كتير الحكومة الإلكترونية انه معش يخلوا هذا المواطن المعطر يشوف الموظف. تصور لوين عمنا نحاول نمنع هذا المواطن المعطر بيشوف الموظف تبع الدولة، لأنه موظف الدولة هو غول يبتز الناس. مهم كتير أعزائي أنه نحن نوصل أنه ناخد هالقرار كسياسيين بالبلد، ناخد قرار أنه هذا المواطن فعلا عم نظلمه، هذا المواطن عم نصلبه يوميا في إدارة الدولة. وما فينا نعمل دولة مثالية أكيد بكل معنى الملك بكل معنى الكلمة. نحن أنت اليوم أنا اقترحت اقتراح جيد، بتصور انه اليوم مشكلتنا الكبرى بهذا البلد انه التوظيف بالدولة يمر بالاحزاب، ساعتها الزبائنية هي التي ستسيطر، مش عندك الكفاءات اللي بدك تختارها بشكل جيد. لما بصفي مجلس الخدمة المدنية
هو الوحيد على الامتحانات لكل الناس. انت بحاجة تحسب بدي 4 أرثوذكس بموقع و6 سنيين بموقع آخر و3 شيعة وموارني وكذا، تعمل فحص، والأول الفحص بوصله إلى المرتبة الأولى، بوصله تكتشف كل مهاراته العلمية. ساعتها مين بيكون عندك بالدولة؟ المتفوقين. لما يكون واحد متفوق علما علميا، ما بيكون هو بيأدي لك الأسلم إدارة للناس بدل ما يفوت واحد معاق فكريا. واليوم تعرف أنا رئيس جامعة وبعرف، وأنا بمجلس التعليم العالي، الشهادات المزورة يلي حصلت صحيح، هذه اللي اكتشفت. بس قديش في مكانات تزور هذه الشهادات؟ قديش في عندك يعني جامعات نبتي بشكل عشوائي؟ مين كان ورا نبوتها؟ وهول عم بيشتغلوا مؤسسات عم تفوتوا على الدولة وعم تبيع، عم تتراجع الدولة بشكل مخيف من الناس اللي عم بيفوتوا عليها هودي. أنا 14 سنة بلجنة المعادلات وزارة التربية، بعدين هلأ بمجلس التعليم العالي انتخبت بالإجماع من كل الجامعات يعني الأعرق والأقدم بالبلد. بيكون في عندك رأي إنه هذه الجامعة ما لازم ترخصوا لها، ما عندها مقومات النجاح. السياسيين مجلس الوزراء بيتخطوا كل هالتوجيهات، عندهم معادلات مختلفة، معادلات سياسية مختلفة، وبيرخصوا لهم. فوق 50 جامعة صرنا هلا. طيب معقول لما بقول أنا بتعرف عم سافر كتير بالعالم وأدعى بشكل سابق دايم إلى مؤتمرات والأخرين، بتفاجئوا لما أنا بحكي إنه عندنا 50 جامعة ببلد صغير 10,000 كيلومتر مربع عندك 50 جامعة. يعني هذا التكاثر المرضي للجامعات شو أدى؟ أدى إلهم التعليم العالي بلبنان صار تعليم واطي. حلو. ما حش عالي خالص. حلو. هلا مين عم بيشد بهالتعليم العالي؟ هالجامعات العريقة. وإذا بتاخد الـ QS World University Ranking 2018 يلي هي مؤسسة بريطانية مشهورة بتصنيف الجامعات بالعالم، مين طلع من لبنان؟ 6 جامعات. يلي هي الجامعة الأمريكية، الجامعة الكاثوليك اليسوعية والآخرين، والـ LAU والبلمنت والانديو اللي هن معروفين. 6 جامعات، هولي 6 جامعات يلي طلعوا الأول في لبنان، طلعوا بالألف الجامعة الأولى في العالم على 28,000 جامعة. شو قليل؟ إيه كانت تخرب، نحن طلعنا بمرتبة مسبوقة جدا. يعني هودي المبينين. طيب نحن عم نناضل يوميا تنحافظ. يعني عندنا بكون مثلا أنا رئيس جامعة، وكنت قبلا يعني كنت يعني مسؤول في كل إدارات الجامعة من 92 لهلا، بكون طالب ناقصه علامة عم بيتبهدل سنة وسنتين ترجع يقدم كذا مرة تيرجع ينجح ويجيب هالعلامة. يعني حتى مش عم نرحم بعلامة. طيب ليش نحن كجامعة على قد متشددين تيوصل أولادك اسم الله تخصصوا عنه وقلت لي قديش مستواهم متميز وهني مجتهدين؟ طيب نحن عم نخرج ناس متفوقين، نشكر الله، ما عم نخرج ناس يعني معاقين. ليه؟ لأنه متشددين في كل شيء. طيب غير جامعات عم بيبيعوا الشهادة طيب وعم يوصلوا إلى دوائر الدولة فرد مستوى يلي آخر شهادته من الكاثوليك والجامعة الأمريكية واليسوعية والآخر، مثل هداك يلي أخدها من بوتيك ديبلوم يعني الدكاني للشهادات المباعة. طيب يوصلوا على للدولة لما ما بتفوتهم إلى مجلس الخدمة المدنية وبيعملوا امتحان فعلا عادل وقاسي مع كل الناس، مع كل الجايين المتخرجين من الجامعات. إذا الحزب بده يوظف، ما بيوظف لك الحامل الشهادي من جامعة مزور؟ طيب دوائر الدولة شو بتكون؟ لما بيكون شخص حامل شهادة مزور بده يشتغل بتفاني بالدولة، ما بده يبتز الناس لأنه حياته كلها مبنية على التزوير، على الخطأ، ما بني على التزوير، باطل فهو باطل. وهذا نشاطه اليوم التزوير. أكيد ما رح نتفاجأ إذا وصل الفساد في هذا البلد إلى هالمرتبة العالية. صرنا متفوقين في الفساد. صحيح. مش حرام؟ هذا البلد اللي مذكور كتير مقدس 70 مرة، بلد الجمال، بلد الحياة. نحن بالفساد دوبل 138 أو 140، نحن على سلم 140 على الآخر، يعني مش على يعني مش آخر من تحت، آخر حرام. أول من فوق. حرام 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 حرام. إذا بتسمح لي، نقاط كتير مهمة اللي عم تتفضل فيها حضرتك، بدي أرجع بس لسؤال من السياق اللي عم نحكي فيه كنا بالإسلام الجديد. نعم. نرجع له بس هيدي قبل ما نحن نترجى، ما هيك؟ فيني أعطيك مثل صغير عن الإسلام الجديد؟ بس لا، أنا بدي لك شغلي بس إذا بتسمح لي، إنه نترجى هذا الإسلام الجديد وننتظره، بس مين اللي دعمه؟ مين بده يدعمه؟ تفضل. في كتير طاقات داعمة
في كتير طاقات عم بتجدد الإسلام من الداخل في وعندك موجي عم بقول خارجة إيه إيه لا لا إسلام عنا مسلمين عنا وبر إيه مسلمين مسلمين هي أكيد هيك مسلمين أصلاً. منورين فكر رائع جدا لا لا مثلا أحد الدكاترة المسلمين أصدقائي قال لي كنت عم بشارع عم بناقش أحد الشيوخ عم قل له يلي اكتشف حبة الأسبرين حبة الأسبرين قديش أنقذ ناس من الالتهابات من الوجع من كل شيء قال له معقول هذا لأنه مش مسلم يلي خدم البشرية ككل بس يموت إلى النار إلى الجحيم بأي عدل يا شيخ يا سماحة الشيخ هالتفكير عم تسمعوا فيه أنتم بالإسلام هذا مسلم ملتزم دكتور وفي العلوم قال له بأي منطقة عم تبشروا بهالشي شفت شو حلوة إنه الإسلام يليوم للمتنورين فكريا ما عش يقبلوا بكلام شيوخ بهالمعنى الحصري بهالمعنى يلي هو ما له علاقة بالعدالة ما له علاقة بالواقع لأنك مش مسلم يا خي إذا واحد صيني مش سامع بالمسيح ولا سامع بالمسيحية وعايش أخلاق مميزة جدا وكان إنساني وتفانى قدام العالم هذا بس يموت شو مصيره يعني أول شيء ليش أنا كإنسان بدي حدد مصير الناس صحيح ربنا بحدد مين عطاك مين عطاك هالمسؤولية وهالقدرة أنت ما لك حق أبدا تتدخل بحياة الناس الله ومصيره بخبرك خبرية جميلة جدا أكيد على وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل جميل البابا الحالي البابا فرانسيس قديسة البابا كان بلقاء مع شبيبي بموضوع كتير حلو بتعرف قديش هو مميز قديسة البابا بقديسته وبفكره خاصة هالفكر يلي هو بسيط وعميق للغاية شاف أحد الأطفال عم يبكي استدعاه شو طلع عم يبكي على مصير بيه هذا الطفل عمره مش 10 سنين خبره قديسة البابا قال له نحن 4 أولاد بينا كان ملحد وعمدنا وبي مات أنا كتير بحبه لبي ولكن أنا كتير حزنان إنه ما رح يقدر يشوف الله ما يقدر يفوت إلى الفردوس ويكون مع الله لأنه ملحد تعشو جواب البابا هذا الموقف العقلاني المسيحي الحلو قال له أول شيء اللي بيحدد مصير الإنسان بعد الموت لا أنا ولا أنت هيدي الله لحاله بعدين لازم تفتخر ببيك بيك الملحد ما قدر يحصل على نعمة الإيمان ولكن إن بعمل بطولي عمدكم وعطاكم نعمة الولادة الجديدة عبر يسوع المسيح مخلصنا هيدي الله بينظر له عمل بطولي وأكيد اللي حيكون موقعه يغفر له أكيد مصيره اللي حيكون رائع جدا حلو قديش انبسط الطفل شوف هالقراءة الحلوة طيب إذا كان البابا متزمت وقال لك خارج المسيحية وخارج الإيمان لا خلاص ما كانش قالوا إياها للطفل إيه أنا بعزيك ببيك والله يساعده ليك هالقراءة الجميلة خي اليوم ما فيك بقى ما فيك بقى تتعاطى مع البشر بهالفكر القديم الرجعي والجاف واليابس اليوم أهم شيء الله حب الله محبة إنه هالصيني اللي مش سامع بالمسيح وكان عايش عيات أخلاقية رائعة جدا ليه بده يكون مصيره خارج اتحاد بالله ما هيدا من فينا نقول تعمد في الشوق حلو. ما قال مار بولس إنه شريعة الله الأولى مغروزة في قلب الإنسان قبل الوحي مغروزة في كل قلب إنساني بعدين بيجي الوحي بيوسع وبينور بس بمجرد تكون أنت إنسان أنا بإيمان المسيحي لما تجسد المسيح صار متصل بكل إنسان مش ضروري هالإنسان يكون يعرف المسيح حسب إيماني خلص لأنه المسيح أخذ جسد البشري طعم كل البشرية لا ختان ولا غرلة ولا سكيتي ولا عبد ولا حر ممكن بل المسيح بل المسيح الكل في الكل بولس أوريجينوس ما حرمه بعدين شو بعدين رجعوا لتفكيره ولك حتى ما رح يضل حدا خارج الله الشيطان ما رح يضل خارج الله لأنه سيجتمع الكل في الكل يلي هو الله نعم محترم أنا دايما من خلال متابعتي لحضرتك بالوقت يلي بيكون في مخيم فيه أجواء من السوداوية والتشاؤم دائما عندك هذا الفرح الداخلي والتفاؤل الأزلي يلي أبدا. بتحاول تنشره بدي أعرف شو السبب بدي أعرف مش بدي أعرف إذا بتريد اللي ليش عندك هذا التفاؤل بأنه الأمور الأفضل جاي أول شيء تربيتي تربية المسيحية والرهبانية والكهنوتية لأنه أنا إذا كنت مؤمن فعلا كمسيحي قبل ما تكون راهب وكاهن كمسيحي عادي إذا كنت مؤمن
ولا ممكن قدر يتصور مساكنة معقولة بين إيمان المسيحي وبين التشاؤم وبين الحزن. كيف بتعمل هالمساكنة يعني؟ بأي شكل؟ إنه تجمع يعني بتجمع النار والماء مع بعضهم؟ كيف بتجمعهم؟ التشاؤم أول شيء ما بيفيد شيء، أنا باخده علميا يعني، ولا مرة التشاؤم بيفيد حدا. بعطيك أمثلة طبية مثلا، مرضى بمرحلة أخيرة من حياتهم مصابين بالسرطان، عم يتحطم جسدهم وعم بيعيشوا تحطم بعد عنهم جمعة رأسهم. إذا قدرت توصلت أنت كطبيب أو كأحد أقرباء هذا المريض أو المريضة تعطيهم معنويات، بتصدق أنه بيخرقوا قوانين الطب يلي بيقول لك بعد جمعة لازم يموت ويعيشوا 4 أشهر و5 أشهر؟ إذا توفقت وعطيتهم معنويات واقتنعوا بهالمعنويات وصار عندهم نعمة شعلة الحياة، كل القوانين الطبيعية تسقط. المعنويات هي الأساس. بقولوا بالفرنسي l'enthousiasme pourrait faire en un seul jour ce que la raison ne ferait que dans un siècle. حلو. الانتوزياسم عندك هالاندفاع، الاندفاع بيعمل بنهار واحد الشيء اللي ما بيقدر يعمله العقل بمئة سنة. أنا دائما بوجه طلابي، أنا اختصاصي فلسفي ألمانية، بقول لهم أهم شيء بالحياة الفرح، لأنه لما يكون عندك الفرح كل حياتك ويومياتك تتغير، علاقتك مع الآخر تتغير، علاقتك مع زيتك تتغير. مش بس فرح أناني، الفرح دائما بده يكون له بعد جماعي، يعني تزرع الفرح بالنكتة بالمقاربات الحلوة، بعدين إذا في شيء واقع مؤزم تاخذ نقاط ممكن تكون إيجابية نبني عليها لحتى تقارب هالموضوع. أنت عارف اليوم التحليل العقلي الجاف والمسقع بيحطم لك حياتك، ما بيفيدك. ما لازم يكون عندنا أي صداقة مع هذه التحاليل العقلية الجافة والمسقعة. أهم شيء بس بالناس شو رسل المسيح 12 واحد، مين منهم علم؟ صيادين سمك. إجا بعدين ماربولوس الفيلسوف والعبقري واللاهوتي، كلهم صيادين سمك واختاروا ليه؟ لأنه ما عندهم شيء يفتخروا فيه. طب هودي بأي شكل 12 واحد ضعف صيادين سمك بشروا العالم؟ هذا إيمان اللي عندهم والاندفاع اللي عندهم، ما عادش خافوا من شيء. ماربولوس اللي راح كان على دمشق رايح بي شو كان متزمل، كان فريسي رايح المسيحيين بده يقتل، شو صار فيه؟ الحماس ذاته يلي راح فيه على دمشق تحول الى الحماس ذاته للمسيح. مين بيقدر يهدي لماربولوس كان؟ الاندفاع. خي جورج، انت من شباب لبنان يلي عشتوا كل مآسي لبنان، طيب يلي خليكم توقفوا وتكونوا عم تدافعوا عن هذا البلد العظيم، هذا البلد يلي عنده رسولية مقدسة، اليوم كل البلدان عم يتشابهوا فيه. ايرلندا الشمالية، التمزق الداخلي لأجيال صحيح. بين البروتستان بين الكاثوليك صحيح. أوكي؟ بقت البعث لهم كلينتون، بعث لهم مين؟ جورج ميتشل. جورج ميتشل أمه من وين؟ يمكن في ناس ما بيعرفوا، من بكاسين، حد ضيعتي أنا من ميدان قضاء جزيل، من بكاسين من بتسعد ماري سعد. طيب بيعشق لبنان، شو الحل يلي عطاه لإيرلندا الشمالية؟ النظام اللبناني، عمل لهم حكومة يا أخي كل الناس موجودة فيها، ما عطاهم طائف. عند 8 بروتستان و8 كاثوليك صحيح، قال لهم يلا يا شباب نص بالنص، ما عادش حدا يعتبر حاله خارج الحكم. فيليب حبيب هلأ بالعراق شو عملوا؟ أخذوا نظام اللبناني طبقوه بالعراق صحيح. طيب يا عمي ما فيك تدير التنوع بدون ما تخلي الناس كلهم يشتركوا بالنظام، تحترم الناس، احترام الآخر المختلف. دائما نقول أنا ما فيني ابني بلبنان سعادتي على حطام طائفي أو حطام مجموعة. حلو. نحن كلنا في مركب لبناني واحد، أو نسعد جميعنا أو نتعس جميعنا. هيدي مهمة كتير إنه الآخر يا أخي أنا عتلين هم، أنا مسيحي مش هيك، أنا عتلين هم سعادة المسلم لشريكي في الوطن. حلو. كيف بده يكون سعيد والمسلم لازم يكون عنده همي أنا كمسيحي تنكون سعادة اتنينات عائلة. طيب ليك انتو بعائلة قاعدين كلكم مع بعضكم، اذا ما كلكم كلكم مبسوطين، كان واحد مبسوط لحاله وكلهم زعلانين، بيقدر يفرح بفرحه؟ ولا ممكن، لانه الاخر جزء منك يا اخي، جسدك، انتم اعضاء لبعضكم البعض. الى ماربولوس شو حلو كتير،
دائما نعتبر الآخر خطر علي يا أخي، الآخر بزحمني، الآخر بيقف وجهي، الآخر ما بيخليني أعمل بديه، مزبوط. ولكن إجا مربولوس جعل من الآخر عضو، صرنا كلنا سوا أعضاء في جسد واحد. في أجمل منها لما بتعتبر حالك أنت هذا الجسد اللبناني، المسلم عضو وأنت عضو، كلنا أعضاء في هذا الجسد. إذا وجعتك إيدك فيك تنام، وجعك راسك بتقول كنت خيرها براسي عم جاني مش معتي، ولا ممكن. لو ضفرك وجعك خلص الجسد كله بحالة ألم ووجع. لما مسفي نفسه فكر ببعضنا بلبنان هيك، المسلم يفكر بالمسيحي هيك، والمسيحي يفكر بالمسلم هيك، ونفكر كلنا ببعضنا هيك، نحول هذا البلد إلى فردوس. سلم إلى فردوس يا محترم. المسيحية وجه لبنان، ولبنان وجه الشرق، والشرق وجه الحضارة. اللي عم نشوفه منذ سنوات وعقود وأكثر، ألا يوحي بأن هذا الشرق بلش يدوب ويختفي مثل السائية بالصحراء، مثل المي بالصحراء؟ ما منقول أنه لبنان المسيحيين يكادون يفقدون دورهم، وأيضا هالمدائن وهالجبال الحلوة وهالمصاطب الرائعة وهالحفر بالصخر، نعم، وكل شبر وحده قبر كمان، نعم، بتاريخ ونضال هيدا، صح. هل انتهى كل شيء؟ اعتبرني أنا المتشائم، بدي أسمع حبيب، أنا أخذ منك معنويات، صحيح، والناس اللي عم تسمع كمان، صحيح. هل انتهى الدور؟ هل انتهى الشرق؟ طيب هلأ شفت وضعنا بلبنان، المسيحي يستعيد دوره الحمد لله، في تحسن ملموس جدا، وكلهم عم يعترفوا بهالشيء. وليش بتكون عم تشائم هالقد؟ لا مش متشائم، انا عم بنقل وجهه نظر. بدي اقول لك ايه، لانه التاريخ مرير، الحاضر تحسن شوي لانه في اشخاص ابضيات، في اشخاص اكتفاتهم عريضه وركابهم قاسي، وفي ناس قبلهم كانوا بذات موقع المسؤوليه ما كانوا هيك. انا بدي اقول لك، هل بدنا نتكل على الشخص ام على الايمان وعلى التاريخ وعلى التراث وعلى الحضاره بمعنى الثقافي يلي بتزودك بهذا الذخر؟ صحيح، هيك المكونات لهذا البلد، المكونات المسيحيه والاسلاميه للبنان، بلد تلاقي، كتنيناتنا عنا الإيمان، المسلم والمسيحي، تنيناتنا منقول الكلمة الأخيرة في التاريخ مش للإنسان، الكلمة الأخيرة في التاريخ لله. ليه؟ لأنه هو فوق الزمن، هو محرك كل شيء، هو خالق كل شيء. عم بحكي كموقف إيماني ومقاربة إيمانية للواقع، لما بيكون الله هو محرك التاريخ والزمن ما لازم يكون الآن، يعني ساعتها القلق ينتفي. بس المشكلة لما يكون ناس عندك، ناس إن كان من المسلمين أو كان من المسيحيين، عندهم علاقة حميمي وصداقة مزمنة مع أنبياء الويل، البروفيت دو مالير، هيدي كارثة. بتعرف أنبياء الويل دائما بعيدة، نبي الويل شخص بيعمل قراءات وأبحاث، وهو التشاؤم بحياته هو مكون أساسي، مثل إرميا يعني. لا ضلوا النبي ارميا، لا اخي لا عم بدي اقول لك ايه، نبوءته لارميا روحت اورشليم يعني. بس بالاخر في عندك نور بالاخر، أكيد لو أكيد كان أكيد في نفق اسود، ولكن بالنهايه نور القيامه والخلاص. بدي اقول لك ايه، نبي الويل اسعد لحظات بحياته لما بيوصل لك النبأ التعيس، النبأ الحزين، بفرفح. في عندك عندنا نحن صحفيين مجبولين بالتشاؤم، يعني بيكون في حدث جيد ما بعرف شو بيعملوا لحتى يحولوه بقلبوا إيه؟ الى غير الشكل الظاهر، تقولوا لك ما حدا بعد عارف انه هذا مش جيد ابدا، ليك شو في وراه لحتى، ولك هذا الناس بده ينبسطوا، الناس نتفي، خلي الناس يتنفسوا نتفي. صحيح، ما حدا بيقدر يا اخي، شيء مش معقول، شيء مش معقول. شو هالصداقه مع هالكميه الهائله من الحزن والتشاؤم والمقاربات يلي بتخلي الناس تهبط لهم معنوياتهم؟ كيف بده يتابعوا بالحياه يا اخي؟ كيف بده يتابعوا؟ طيب اليوم نحن خود المسيحيين مش ضد منطق التاريخ ان بعدك موجود هون؟ ضد منطق التاريخ. طيب قلت له لاحد الصحفيين عنده تشاؤم تكويني، ولكن قلمه رائع بتنبسط تقرا له، عنده قلم يعني سيال وخيال مجنح ومقاربات عميقه. قلت له لو قيد لك مع كل مواهبك تغطي احداث المماليك بالقرن الثالث عشر، بتعرف شو عملوا فينا المماليك؟ حرقوا المتن، كسروان، جبيل، شمال، أكبر مذابح وأقصى مذابح وأجرم مذابح ارتكبت بالمسيحيين هي المماليك. قلت له لو قيد لك حرقوا بطرك. طيب
لو قيد لك تيجي توصف هالواقع كان بيجي وقتلوا بطرك دانيال حتشيت وجبرائيل حجول مش بدك معه حرقوا بطرك وقتلوا بطرك البطلين قلت له لو اجا لو قيد لك تيجي تغطي هالاحداث كنت بيجي على بالك وبتكتبها بشي كلمه او تلمح انه هول المذبوحين والمحروقين سيكون لهم دور مفصلي في تاريخ هذا البلد ولا ممكن والغير متوقع هو الذي حصل هذا بدي أقوله مش كل شيء بتكتبه أنت على المكتب وبتطلع بخلاصة سيخضع له الواقع لا حبيبي لا ولا ممكن الواقع فيه تعقيدات في عندك بسموه لفاريونت دو ليستوار في عندك متغيرات بالتاريخ ما فيك تسيطر عليها قد ما تكون عندك تحاليل مميزة ودقيقة ولا ممكن تأثر على الواقع لأن الواقع عنده طيار وعنده قوة داخلية تسيره بشكل أنت ما فيك تتوقعه دايما هل بدي أقوله إنه ولا ممكن ما نعطي دائما العقل المساحة الأساسية العقل الجاف والمسقع نعطي مساحة للاندفاع للحماس لفرح الوجود هول بغير الواقع محترم ساد اعتقاد مستند إلى وقائع وإلى التاريخ وإلى شيء اللي عم بيصير إنه الغرب بفترة طويلة بفترة كبيرة وقريبة تخلى عن المسيحيين وتخلى عن كل شيء في الشرق لمصلحته لكن في اعتقاد أخطر وإن شاء الله أكون أنا غلطان مع احترامي وتقديسي وخضوعي لكنيستنا سواء كانت الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية للكنيسة نحن مسيحيون وجسد المسيح ما من مزقه ما لنه مزقه صح في اعتقاد أنه حتى الفاتيكان منه كتير مهتم بمسيحي الشرق لأنهم غير كاثوليكيين لا لا هيدا أنا بتمنى أنا حب أنا بسأل السؤال بس بتمنى من قلبي يكون غلطان ولا ممكن تفضل البابا بيتصرف كخليفة مار بطرس ما بيتصرف إنه بيتعاطى مع الكاثوليك إطلاقا قريست البابا مثلا بيصير شيء مثلا بمصر ضد الأقباط إخوتنا الأقباط بتلاقي الفاتيكان أول واحد انبرى وتدخل نحن ما ولا ممكن لا بتحكي كمسيحيين تحصيل حاصل ما بندخل بالتفاصيل انه أرثوذكسي او بروتستانتي او انجيلي او كذا ما في ندخل بهالتفاصيل هذه بعدين انسان عدا انه مسيحي انسان عم يتعرض للتعذيب للاضطهاد لعمليات انتحاريه مين ما كان يكون لو كانوا مسلمين بقى اجباري تتعاطف مع الانسانيه ككل مش تحصر انتفاضتك بس تجاه يلي هو منك وفيك ضمن انتماء كنسي ما في انسانيه عامه والبابا ما عم بيقصر ابدا وكلامه رائع وشمولي ندعو إلى السلام إلى حب الآخر إلى منع الحروب لماذا هذه المنافسة بين روسيا وبين ما بعرف إذا منافسة لكن بتلاحظ أنه روسيا عم تدعي لعب دور عند المسيحيين وتقول أنه آخرين لا يقومون به بتحس أنه في الفاتيكان وروسيا واثنيناتهم عم بي على أرض غير ثابتة وأرض متحركة بل أرض عم تبتلع المسيحيين هلأ بسبب الممارسات يلي كنا عم نحكي عنها هلأ ممارسات التعنت والتزمت والتشدد والجهل والعنف والحقد نعم طيب بين روسيا وبين الفاتيكان هل يصمد المسيحيون بدون شك أكيد طيب. أنا كنت بموسكو مرتين ثلاثة وبدعوة رسمية يعني ما لازم يعني أبدا أنا مع التعاون مع كل الجماعات ومع كل البلدان مع كل الأديان أنا ما فيني أنا بشر بالتخندق بالتشرنق إنه واحد يكون قاعد بشرنقة وخي أنا إنسان والإنسان هو إنسان كائن علائقي نحن نبشر أهم شيء يكون عندك شبكة علاقات مع الجميع كلهم بشر وكلنا واعين بالمشكلة ذاتها يعني عنا النقص وعنا عندك كيف بتنقي الذاكرة كمان أنا أقول لهم لطلابي لا تدعوا التاريخ وويلاته وويلاته يتسلل إلى مربع أحلامكم وانتظاراتكم لأنه التاريخ دائما مثقل بالويلات لا تدعوا التاريخ يتسلل إلى مربع أحلامكم وانتظاراتكم أخي التاريخ دائما عنده مقاسي أنا شو بدي أعمل إيه لقريس البابا جميل جدا يوحنا بوس الثاني لما استعمل هالمصطلح الجديد بأول خطاب لإله للأمة الألمانية شو قال لهم لا بيوريفيكاسيون دي لا ميموار تنقية الذاكرة شو تنقية الذاكرة مش النسيان أن تستعيد الماضي وويلاته ايه وتنقيهم يعني تمنعهم يتسللوا الى الحاضر مجددا شوف تنقد الذاكره شو مش النسيان هو تمنع الماضي يتسلل الى حاضرك تسمح لي بس اعمل هون شغله إيه؟ اذا بتسمح لي
مداخل نص تكي بس. نعم. لأنه صدفت اللي عم تحكي عنه هلأ حضرتك. كنت من أسبوع طلبت وثائقي من أحد الأصدقاء بأوروبا جبلية وعملته. نعم. البي بي سي. نعم. البي بي سي المحطة المرموقة والمحترمة، عملته البي بي سي. البي بي سي بتقول، وهلأ عم بيعملوا مثل كشف معلومات والحصول على المعلومات، كشف أرشيف. نعم. شيء بخوف. نعم. إنه الحرب العالمية الثانية الألمان، شعب الألماني خسر فيها تقريبا بين 8 و12 مليون. أكيد. شاب، وهذا مأساة لا توصف. مأساة. مع أنه كمان روسيا 28 مليون. الاتحاد السوفيتي. لكن لكن عم بحكي أنا الألمان. لكن من بعد الحرب الحلفاء، ها البي بي سي كتبتها. نعم. بي بي سي لندن. أوكي. إنجليز كلهم. أوكي. الحلفاء أيزنهاور اللي عمل رئيس رئيس جمهورية أمريكا بعدين. نعم. البطل أمر بتجويع، بتجويع وإزلال وقتل مليونين ونص مليون ألماني. واليهود بيجوا بيحكوك عن محرقة، والغرب بيكذب بموضوع المجازر والهولوكوست وكذا. هدول هلا صاروا او ما صاروا مش موضوعنا، لكن في مليونين ونص مليون ألماني تم تجويعهم عمدا من قبل الأمريكيين والحلفاء. لا. وقتلون. لا. وصمة عار على جبين الديمقراطية اللي بتدعوها الأمريكيين والغرب. لكن أنا تقول إنه في مليونين ونص، تنقية الذاكرة مطلوبة من من الألمان المعترين ولا من مش من حضرتك؟ أعوذ بالله. بالكل. أنا عم بقول عن الأمريكان يلي بعده لهلا فارضين على الألمان، فارضين عليهم معاهدة لل 2099 حضرتك. خينا جورج. تفضل. ما حدا عم بيقصر بالإجرام. ما في شعب قصر بالإجرام. فيش إلا أهل هذا لبنان المعطر يلي كلهم بيحتلوه بيزلوه. صحيح. ولكن بالنهاية أنا بحي عن النفاق الغربي. بدي أقول لك إيه، أنا كنت بموسكو، يعني عودة المسيحية في موسكو عودة مميزة. نعم. وحتى كنيسة مرمرون، يعني أنا اللي أسرني إنه كنيسة مرمرون رحنا للأرثوذكس. ايه. لأنه مرمرون 410 توفى، هو شفيع للكنيسة ككل، كنيسة مش حصلاً. يعني ما كانش بعد في مارني يعني. صحيح. يعني هو مش ملك المارونية، هو شفيعنا، ولكن ملك هو قديس عظيم للكنيسة جمعاء قبل الانقسام. انبسط جدا بكنيسة مرمرون عند الأرثوذكس، واخدين حياته بشكل جيد جدا، والأيقونة غير موجودة إلا بالكنيسة. ايه. بالعالم، وعم جامعين كل أيقونات يعني عن مرمرون، حتى الأيقونة تبعيتنا المارونية موجودة عم هونيك بالكنيسة. صحيح. واللي فلفت لي نظري بهالكنيسة يلي كانت حولوها، بتعرف الثورة البولشيفية 1917 حولوها إلى جراج، إلى جراج لتصليح السيارات والأمور هذه. بس سقطت الشيوعية 1995، أعادوا بالترميمة، صارت كنيسة رائعة لو كانت مش كبيرة ولكن رائعة جدا. وتفاجأت إنه الأبونا قالنا في عندهم مجلة تطلع فصلية تتوجه إلى الأطفال برعية مرمرون، بسموها مارونيتسة باللغة الروسية، يعني إلى الأطفال الموارنة الصغار. لك شو التعبير الموارنة؟ واستقبلنا، قالوا نحن سعداء كموارنة موسكو أن نستقبل موارنة لبنان كموارنة، يعني مش مارنة، رعية يعني رعية. صحيح. مارو. صحيح. لا بدي أقول لك إيه، أنا اللي شفته خاصة كنيسة سان سوفير كيف أعادوا ترميمة مثل ما كانت ألونسيان على الطريقة القديمة مع الخوارايد، هذه أكبر كاتدرائية ومتميزة. بشو كان الفن جوا الإيكونوغرافي؟ مش فن بيزنطي روسي. صحيح. إيه؟ ولكن تلياني. حولت الثورة الشيوعية البولشيفية 1917 إلى أكبر بركة للسباحة في العالم. صحيح. يعني انتقلوا من تسبحة الله إلى السباحة، وهدوا للأحجار وأخذون وفكفكوا وكلها، أعادوا بناء كلفتهم مليار دولار. صحيح. أعادوا بناء ألونسيان مثل ما كانت. لا بتصور أنا في شعلة إيمانية عند الروس كبيرة، وعندهم تراث روحي عظيم. يعني ما أنا بفتخر بالتراث العظيم والعريق. يعني اليوم تعرف النفوذ بين الدول، ما حدا عم بيأثر بالنفوذ كيف بيطحشوا بعضهم والى اخره، ما بعتت في بلد احسن من بلد، كله مثل بعضهم، لانه منطق النفوذ هو منطق ذاته. هلا نحن المهم يكون عنا علاقه حلوه مع الكل. ما بدي انا انظر الى تنافس بين هالبلد وبين هالبلد، نحن منفتحين على كل الناس وعلى كل ارادات الخير. مين بيساعد هالدول على السلام؟ مين بيساعد لبنان يسترجع رسوليه كيانه؟ يصفي مرجع لهذا الحوار بين الاديان، بين الثقافات، بين اللغات. نحن هذا مرجع لبنان لازم نحافظ عليه. الامارات العربيه المتحده ممتازه، هلا عم بيحاولوا يلعبوا دور قد ما فينا نحن نوزع مثاليه لبنان على كل الدول. هذا شيء مثل ما قلت بالاول حضرتك، انه ليش اخذين هالدور؟ بالعكس، خل ان شاء الله كل البلدان تصفي لبنانيه. بتعرف قديما كانوا يقولوا لليبانيزاسيون اللبنانه هي التشرذم، قديما. صح. كان في هلا اللبنانه هو هذا النظام الراقي يلي يجمع الجميع ويشرك الجميع في صيغة سياسية مثلكم
عندك بسويسرا لافورمول ماجيك، الصيغة السحرية بسويسرا ما حدا بيحكي عنها. بسويسرا عندك تنوع جغرافي، تنوع لغوي، 4 لغات رسمية، وعندك الكاثوليك وعندك البروتستان، كيف عم بيديروا؟ عم بيديرون بهالمجلس الاتحادي الكونسي فيدرال يلي فيه 7 أشخاص بيمثلوا المناطق، بيمثلوا اللغات، بيمثلوا الدينين، وبياخذوا قراراتهم بشو؟ بالإجماع. إذا الواحد قال لا كل شيء بيوقف بلبنان مثلا، بقول لك مع موقفين الحكم، يا خيي كيف بدك تدير التنوع بلبنان؟ هيك بتاخذ قرارات تفرضها على الجميع. بسويسرا بياخذوا وقتهم، بياخذوا وقتهم وبيحترموا الآخر. وباسكال كوشما دائما بيحكي عنه، هالرئيس التاريخي للاتحاد السويسري، قال بشكل جميل جدا، بعد ما لنا 15 سنة ناخذ قرار، ولكن أفضل يكون عندنا هذا البطء من أن ناخذ قرار ويمس بإحدى مكونات الاتحاد السويسري. لازم نحن بلبنان عندنا إياها، ما عندنا تصويت بالمجلس الوزراء، ولا فيش تصويت خالص، ولن يكون، وبلناش تصويت. هي نحن بلد مبني على التوافق، مبني منو، مش بلد مبني على الرقم، هو مجموعات ثقافية ودينية وحضارية. يعني دفعهم الظلم في هذا الشرق التاعس انه يجتمعوا في هذا البلد يلي هو واحد للسلام وللتآخي. لحسابك اذا في واحد اخر منو مرتاح، اجباري يوقف كل شيء لحتى نرتاح كلنا سوا وناخذ قرارات مشتركة. محترم، كيف ترى مستقبل لبنان؟ كيف ترى لبنان؟ لبنان دولة إسلامية، لبنان دولة مسيحية، لبنان دولة مدنية، لبنان دولة علمانية. كيف يرى البروفيسور الأب جورج حبيقة مستقبل لبنان كدولة؟ مظبوط. انت بتعرف بجامعة الدول العربية ككل، البلد الوحيد يلي ما فيه دين للدولة هو لبنان. لبنان الوحيد يلي بيحترم كل الأديان. بلبنان بتعرف من عيد الأعياد المسلمي والأعياد المسيحية بالتساوي، وكل البلد بيعيد عيد مرمرون، بيعيدوا كلهم. ده شو جميل، احنا ما بتوقف على التفاصيل، شيء جميل جدا. رؤساء ثلاثة بيكونوا بالكنيسة. نعم نعم، هيدا لبنان، هيدا بلدنا راقي وعظيم جدا. اذا ما كانوا متخانقين يعني. مش مشكله، خي واحد ما عندهم مشكل مع مرمرون، كن عندهم مشكل مع حاله. خي جورج ما بالبيت واحد ضمن مع اولاده ومع مرته، يعني مرته يعني، هودي امور حياتيه مش مشكله، واحد ما لازم يتوقف كثير عنها. بس بدي اقول لك هيدا لبنان لن يكون مسلما ولن يكون مسيحيا. هيدا البلد موجود للتلاقي. نحن الدين ما عندنا الدين بلبنان مصدر تشريع. صح، هذا كتير مهم. بس أنو الأحوال الشخصية هيدي التركينة مكبل ومبكر. نعم، بس هيدي بتلاقي حل بعدين، ما في مشكلة. خصنا للأمور اللي حرية، لأنه أنا كمان أنا ما بدي فوت على الكنيسة ماروني، عم بحكي كنيسة مارونية، ماروني بده يتكلم غصبا عنه كنائسية، لأنه بتعرف إذا كان غصبا عنه بيكون هذا عيب في سر الزواج. بدي أقول لك إيه، عيب في سر الزواج. حتى إذا أنت لا تؤمن بديمومة الزواج، هذا عيب في الزواج، ويسقط الزواج. ما بيتم السر، كلمة سر مش معناها شيء خفي. السر يعني بسكرمان باللغة الفرنسية، سكرمان يعني وسيلة للخلاص وللتقديس. صح، يعني أنت بهذاك زوجي تتقدس وتتصل بالله. أنا بحياتي القانونية أتقدس وألتصق بالله، والمعمودية أنا أولد ولادة جديدة وألتصق بالله. يعني كلهم هولي سيسون دي سكرمان بور لا سانتيفيكاسيون. يعني هو أسرار مش من معنى العربي سر، يعني شيء خفي، أسرار وسيلة للخلاص. بقى الزواج والمدني يلي أكيد يعولج اليوم بشكل كثيف، بس هالناحية هيدي يلي في تشريع، عندك تشريع ديني إن كان للمسلم وإن كان للمسيحي، ولكن خارج هالشيء هو نظام مدني. يعني العقل البشري هو الذي صاغه، يعني نظام وضعي الإنسان وضعه. صحيح، مش من الوحي. بقى هذا لبنان يلي بيحترم كل الأديان ولكن ما في دين رسمي للدولة، شيء رائع بالشرق الأوسط عم بحكي، وخاصة بجامعة الدول العربية، وإن شاء الله الدول العربية ككل يلحقونا إنه ما لازم أبدا يكون في عندك دين للدولة. ليش بيكون في دين للدولة؟ بأي حق؟ ليش بيكون في دين للدولة؟ كل واحد عنده دين، كل بلد في عندك تنوع، ليش بدك تفرض دين واحد على الجميع؟ وتحكيت عن ميثاق المدينة أو صحيفة المدينة، نبي المسلمين مع اليهود يلي كانوا أكبر مجموعة بيثرب، والنصارى والصابية والوثنيين، أنت عارف الوثني بس يجتمعوا سوا حسب صحيفة المدينة. الوثني عنده صوت وبيعارض ولازم يحترموا صوته. طب هيدي يعني ما كانش نقل النوعية هيدي؟ ما فيك تفرض دين على الناس، كل واحد عنده دينه. بس وللأسف بعدين أكيد سقط ميثاق المدينة مثل ما بتعرف، وفرضوا الشريعة الإسلامية. بدي أقول لك إيه، إنه نحن بلبنان هذا البلد مستقبله زاهر، مستقبله رح يكون عظيم جدا. بكرة بتشوف إن شاء الله، وبنذكر بعضنا إن شاء الله، لأنه كل هالمشاكل اللي عم نعيشها
ستولد انتفاضة. حلو حلو محترم. ستولد انتفاضة في ضمير المسيحي وضمير المسلم. وما راح بأكيد كل يوم بعد يوم راح تشوف إنه كل شيء بده يتحسن، الدوائر بتتحسن، خدمة المواطن ستتحسن. أكيد راح يضل في عنا مشاكل وعنا فساد، ولكن أنا المهم نحجم مساحة الفساد ويكون هالمواطن عايش بطمأنينة. بس أكيد الإنسان يا خي جورج، أنا بتعرف عم ببرم العالم بحكم موقعي كرئيس جامعة ومؤتمرات بالخارج وأدعى إلى محاضرات في الخارج، ما في بلد مرتاح أكيد، ما في بلد عايش سعادة. يا عمي أنا بطلب من اللبناني يطلع من شرنقته اللبنانية ويشوف بالعالم شو في مصايب، ساعتها بس في يتحمل أكتر. مش عبدي أنا أكون خانع أنه ما ينتفض، بينتفض بس بشكل راقي وحلو، ونعمل بسموها إيفوليشيون مش ريفوليشيون، ما نعمل ثورة ونعمل نعمل نوع من تطوير هادف ومستمر حلو. ودائم ومستدام لحتى نوصل إلى أكيدي لبنان أفضل. أكيد ما رح ممكن نوصل إلى فردوس على الأرض، ما لازم يكون عندنا أحلام خادعة. خود فرنسا مشاكلها، خود أمريكا اللاتينية. مرة عطيت مثل صغير، مش كلنا عم نعاني من الكهرباء بالبلد؟ كهرباء عم نعاني. نيجيريا قارة، نيجيريا بترول صحيح وثروات هائلة، 200 مليون نسمة. بتعرف قديش الكهرباء الدولة بتيجي بالنهار؟ قل لي يا جورج. ما بعرف صدق، ما بعرف. طيب ما في فيني فاجئك، ساعة 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 وحدة كهرباء الدولة. هي وين؟ بنيجيريا. تاخذ فكرة اخذين كهرباء زحلة يعني لا تاخذ فكرة انه حتى نيجيريا ممكن يعني شو بدي اقول لك، بيغاروا منا انه الكهرباء عنا بتيجي اطول واكثر والى اخره. اليوم نكون واقعيين، دائما عندنا مشاكل، دائما عندنا مقاسي، ولكن المقاربة لازم تقارب كل هالمشاكل اول شيء بفرح باندفاع، يكون عندك انتظارات جيدة، انتظارات جيدة. اليوم بسموها لفوا دو بيداغوغ، إيمان المربي. طب إذا ما كان عنده إيمان إنه أنا هالشخص يلي هو جاب لي بين إيدي، جاب لي إنسانية، سأحوله إلى إنسان راقي، إذا ما كان عنده هالإيمان بقدرته لح يكون فاشل في كل شيء، ولا شو بده يقوم بعملية تربوية فاشلة من الأساس. الحسابك إيمان المربي إنه أنا بقدر أعمل من هذا الإنسان فعلا كائن راقي، وإلا ما ببلش بعمليته، بيكون جهد مبذول هدرا. شو مهم يكون عندك إيمان ورجاء قبل ما تبلش بالعمل؟ أنت لما مثلا بتتزوج ما يكون عندك رجاء إنه رح يكون سعيد بحياتي، وإلا ما بتقدم هيك عملية. لما بتجيب أولاد ما بتكون سائب، بتكون عندك فرح داخلي مسبق إنه الولد بيزرع لي الحي بالبيت، الفرح بيكون هو سند لإلي، والخلف ما مات. ما هو دي كلهم انتظارات، إذا ما فيها الانتظارات كيف بتقدم على عمل؟ لحسابك قولهم للبنانيين، إذا ما كان عندكم انتظارات جيدة، كان عندكم فرح الوجود وتقولوا انه فعلا اليوم الاجمل هو الاتي، كيف بدك تغيروا الواقع؟ حلو. فيني اطلب من المتشائم والحزين والمحبط يغير الواقع؟ بس اذا كان معه حق شو بتعمل؟ حتى لو كان معه حق، تشاؤمه ما بيؤدي الى نتيجه. المريض اللي قلت لك عنه بعد جمعه لازم يموت، بس اذا هو معه حق انه بده يموت بعد جمعه، اعطيه معنويات بيعيش 4 اشهر. ليه؟ لأنه لما بتعطيه معنويات كل خلايا جسده تتفاعل بشكل آخر. بس تؤخر موته ولا توقف أصلا؟ ايه؟ الموت ما حدا فيه يلغي. طيب انت وقفه يعني. مش كلنا عارفين أنه احنا مصير الإنسان هو الموت؟ شو ما تعمل أعدل شيء بالإنسان، أعدل شيء بحياة الإنسان تعال شو؟ الموت. لا فيك تعمل واسطة، ولا فيك تزمط منه، ولا في مثلا ناس يموتوا وناس لا، أعدل شيء في حياة الإنسان هو الموت، وما حدا بيقدر يموت بطريقة أفضل من التاني، كلهم بيموتوا مثل بعضه. يعني التساوي في الموت أهم شيء، بما أنه متساويين في الموت عائلة علينا أن نعمل أن نكون متساويين في الحياة. حلو حلو، هيدي بتكون خطة رائعة، أن نكون متساويين في الحياة، لأنه أكيد رح نكون متساويين في الموت. محترم، هل الكنيسة المارونية ما زالت وفية لرسالتها وقدستها وتراث قديسيها؟ هل الكنيسة المارونية بعدها كنيسة عالم كماروني؟ هل الكنيسة بعدها كنيسة شربل ورفقة والحرديني والأخ نعمي؟ صح. هل لكن السؤال كمان إذا بتسمح لي تأختم فيه، هل فرغت الكنيسة المارونية من الحبساء؟ أبدا. حبساء والنساك والقديسين. أنا سؤال مؤمن، هيدا مش سؤال سلبي. بالعكس، يعني بتشوف مثلا ناس شباب
ما رح أذكر بس الأسماء بس لأنه بديش يعني على رأسي اجرح تواضعهم. شخص غني شاب عنده مؤسسات بيجمع أهله بعمره 28-29 سنة بقول لهم كل هالعالم ما بقول لي شيء. جمال سروي الحياة كانت تبتسم له. يعني أنت واحد بيحلم يكون عنده هالطاقة. ترك كل شيء ودخل إلى الرهبانية وزع ثروته مثل أمر أنطونيوس. حلو. ناس مثلا عم بيخلصوا اختصاصات عالية بالجامعات يترك عم بيتركوا العالم يفوتوا على الرهبانية. إذا بعدلك عنا برهبانتنا الأشخاص اللي عندهم هالوزن بتكون منذهل. الدعوة بخير؟ اف مين عم بيجيبهم؟ طيب. لا أنا ولا أنت ولا حدا. أنا هذا عم بسأل. لا عم بيجيبهم القديسين بالرهبان جايين على خطى مشربي والحرديني ورفقة. نعم هذا شيء رائع. اليوم إذا عندك عم تحكينا عن الحبسة داريو إسكوبار من كولومبيا كاهن أوديست بير أوديست هاي العيلة فيها كل شيء. نعم فيها كل شيء. ومن عمه يلي كان بغير اتجاه. نعم إسكوبار عزيزي جورج. نعم بيعلم كتير مقدس وبيعلم علم النفس بالجامعات الكولومبية. قري حياة مارشاربيل وسمع مين مارشاربيل. ترك كولومبيا شي 26 سنة نحن بالحرب اجا على لبنان وهلأ حبيس راقي جدا عنا بوادي إسحية مانطنوس إسحية. بدك ساعتين تمشي لتوصل لعنده. خي خي هيدا أجنبي تستاهل كولومبي. تطلع السفارة الكولومبية بتقدس معه. حلو. بقدسوا معه بالمحبسي. شوف الفرح على وجهه. وعنا حبسة أبونا حنا خوان وكان قبله شينا كله أبونا شينا معلم عظيم جدا. هل حب المطران نرعي بمحبسة طميش يلي كان مطران بالأرجنتين. صح. بدي أقول لك إيه إنه الكنيسة مثل المارونية مثل كل كنائس أرثوذكسية وغيرها والسريانية وكلها سريان والآخرين فيها طاقات عظيمة. بس متمائل البابا فرانسيس قداسته كلمة رائعة. تعرف اليوم بيدوفيلي وهالأمور بالكنيسة وبالعالم ما هي أصلا مش حصلة بالكنيسة ما في البشر كلهم هيك. قال لهم الصحف وسائل الإعلام ما بتحكي أبدا عن الطائرات يلي بتوصل بخير بتكون مرئة بعواصف مخيفة وبيسيطر ربانه الطيارة على العاصفة وبيوصلوا على المطار كلهم بخير. حدا بيغطي الحدث؟ ما حدا. بيحكوا كلهم عن الطيارة اللي بتوقع. صحيح. لك شو حلوة هالكهني والرهبات والرهبان العظمة في الكنيسة ككل. صحيح. يلي عم بقوموا بأعمال جبارة بقداسة مذهلة بإفناء للذات لإسعاد الناس. صح. بحدا بيحكي عنهم؟ بيحكوا عن أبونا صار معه حادثة وشز عن أسقف شز يكونوا عدد قليل هدوك اللي عم بيناضلوا ليلا نهارا. ما حدا بيحكي. صح. ميري تيريزا دو كالكوتا القديسة العظيمة. طيب قديش في مسيحية بالهند؟ هي من ألبانيا بتعرف. ليش في مسيحية 30 مليون 35 مليون على مليار و300 مليون لا شيء. تدفن دفنة رؤساء جمهورية الهند. ليش؟ شوف هالوجه الكنسي الكاثوليكي العظيم يلي عطيت للكنيسة حياة روحية هائلة. لا ما لازم أبدا نكون عنا أبي أي تشاؤم أبدا. نكون فرحانين إنه الله معنا الله بيننا والعناية الإلهية هي تسير أحداث التاريخ وكل المآسي والحروب اللي عم تحصل أكيد لابد ما الله بنعمه الخاصة ينور ضمائر الناس إنه يقول لهم الحرب عبثية. كنا عم نحكي عن الحرب العالمية. الحرب هي فشل للإنسان. صح. فشل لضمير الإنسان. فشل للإنسانية ككل. هزيمة لأنه الحرب شو تعمل. الله عطانا شيء مهم جدا خينا جورج الكلمة. الكلمة هي أساس كل شيء. شو بنقول الكلمة الله تجسدت. أنا وياك لشو عم نعمل صرنا شي ساعة أكثر ساعة وشوي عم نحكي عبر الكلمة. بتعرف باللغة اليونانية ومدامتك يونانية كمان لازم تنبسط بهالتحاليل اللغة اليونانية. ديالوغوس ديالوغوس عطيت ديالوغ ديا من خلال. صح. ولوغوس الكلمة. صحيح. يعني من خلال الكلمة أتعاطى مع كل الناس. من خلال الكلمة نناقش أمور الإنسان. من خلال الكلمة نرسم مخططات لسعادة الإنسان للفرح لمعالجة أمور الإنسان. طيب لما أنا أتخلى عن الكلمة
وألتجئ إلى العنف. شو هيك؟ شو ضل من إنسانيتي يا أخي؟ هزيمة للإنسان، حيوان للإنسان. أهم شيء ضل الإنسان عبر الكلمة، والكلمة صار جسدا وغيرنا كل شيء. الله بتجسده، المسيح هو الكلمة، المسيح هو المصالحة بين الكلمة والحدث. كتير حلوة، بحب شدد عليها هيدي. حلو حلو، لأنه تعرف نحن كبشر بتفكر بشي بتقول شيء وبتعمل شيء، لك التمزق. حلو. التمزق القياني. إجا المسيح، الكلمة صار جسدا، صار دبار لبارول إيفينمون، الكلمة الحدث. حلو. ما في أي مسافة بحياة المسيح بين كلمته وبين حياته. نحن مثلا عنا أمنية نعيش كلماتنا، لأنه دائما عنا شرخ، دائما بقولوا لك اقرأ تفرح جرب تحزن. صحيح. منين جاي هيدي؟ اقرأ تفرح، واحد بيكتب لك كلمة، أوه شو هيدا يا عظمي، بس بتشوف حياته وين؟ غير شيء. إجا المسيح. حلو. كان المصالحة المطلقة بين الكلمة والحدث. هيدي المهمة عنا، إنه اليوم نحن نقول للناس يا خي الكلمة بلبنان، ما بصفي عندك مناقرة وتشاجر، وبعدين يعني تعرف يعني بعد في عنف كلامي غير مقبول. صحيح صحيح. هيدي هزيمة للكلمة. شو بدنا نحكي مع بعضنا بلطف ونقول الحقائق بكل لطف؟ خي ما تختار اللغة تبعيتك. نحن ببلد تعددي، بالبلد التعددي أنا ما إلي حق أجرح الآخر. صح. حتى لو كان مجرم، في كرامة الإنسان بالدق، ما إلي حق أجرحه. بقول له الحقائق بلطف. أنت ما قال بتنقل مربولوس بهالمحبة هيدي وبهالحب للآخر لمين ما كان يكون، كأنك تركم جمرا على همته. حلو. لما بتركم جمر على همته تبدل كيانه، بتغيره كله. بس تعا جيبه بالعنف. صحيح. بس في عنده استشراس. مزبوط صح. بس أنت لما بتلاقيه بتقبل له عنفه بالحب باللطف والمحبة، لأنه هذا إنسان، هو ما هو جزء من ذاتك، ما هو عضو في هذا الجسد البشري الكبير. محترم، الموارنة أم رهبانية، أم جبال، يوحنا مارون وأتقاد هذا القطيع المؤمن. عيدنا له اليوم. مزبوط صح. مشان هيك عندما قاد هذا القطيع المؤمن إلى جبال لبنان، وخلينا نقول تحصنوا وامتنعوا. صح. صح. وصمدوا في جبال لبنان وحولوا. صحيح. هذه المنحدرات القاسية والمهاوي السحيقة. صح. إيه؟ إلى جنائن وجلال جنائن معلقة، وأحلى من سميراميس كمان. صحيح. أحلى من حدائق المعلقة. صح. تبعيد سميراميس. صح. عم يقول الموارنة أهل جبال، هل الكنيسة تدرك وهي مدرك، لكن هل الكنيسة تتحرك وهي تنظر إلى الجبال تفرغ من اللبنانيين؟ صح. خليني أقول أنا مع احترامي ومحبتي بكل قلبي وعلى رأسي للمسلمين، لكن تاريخ لبنان انصبغ وانطبع بالمسيحيين أهل الجبال. صحيح. صح. المسلمين أهل المدن. كلنا سوا. المسلمين أهل المدن. بعدين الاضطهادات جعلتهم اضطهادات بحق الشيعة، جعلتهم يطلعوا الضنية. صحيح. اضطهادات بحق الشيعة خليتهم يجوا على هذا، والدروز كمان وهذا التايم وشوف. قال ما تعذبوا الدروز. خليني صح. طبيعي وشركائنا وإخواننا في الوطن جميعا. صح. لكن الكنيسة المارونية ستتحرك وتضع خطة طوارئ لعدم إفراغ الجبال من المسيحيين، وما نراه الآن في ضيع وقرى عم تفضى. محترم بهمني بصراحة، بدي أسمع هذا الكلام. بدي أقول لك شغلي، نحن بحكي عن أكيد الكنيسة المارونية ككل وكل كنائس لبنان، كلنا عم نشتغل الشيء ذاته وبالمنطق ذاته، وحتى مع أخواننا المسلمين، حتى لما أخذوا قرار أنه السبت يكون عطلة، ليش؟ ومن الجمعة يفرسوا لحتى يطلعوا على الجبال، يكون عندك ويك أند، نهاية أسبوع طويلة. يعني كلنا عندها، كل اللبنانيين عندهم هالهم. بدي أقول لك إيه، النزوح الريفي هو مشكلة عالمية، مشكلة بالعالم. إذا ما خلقت وظائف ومقومات حياة مطرح ما أنت عايش، خصوصا اليوم يلي بتعرف بالحداثة والتكنولوجيا، شي طبيعي ما حدا رح يضل بالجبل مثل ما كان قديما. شي طبيعي، لأنه العمل الزراعي ما عاد شي يقدر يقوم فيك، بدأ تعمل شي آخر. نحن كرهبنة لبنانية مارونيين بأديارنا نرسم خريطة لبنان. شفت كيف خينا جورج؟ نرسم خريطة لبنان بأديارنا، وأديارنا نحن عم نعززها بالأطراف، بمنجز
زبطنا الدائر وعندنا صار معهد هونيكي والى اخره يلي التلاميذ والشعب الماروني قام حول الاديار. ايه بس زبطنا هونيك المركز صار في عندك حد منا شي كذا بني يعني كذا بيت طلعوا ليه؟ لانه دائما نحن بنعطي الخانه، نحن دائما بنعطي الخانه حيث الدائر صار في عندك قرى حوالي هذا شيء طبيعي مثل دائما المارون نهر العاصي كمان كمان شيء زيته صار في عندك ضيح حوالي والى اخره. لا نحن همنا الاساسي لبنان ككل خاصة الجبل، جبل ما بنفرط شيء إطلاقا إطلاقا. هلا أكيد إمكانياتنا محدودة قد ما فينا عم نحافظ على الوجود وعلى توظيف الناس بإمكانيات أكيد مش كتير مريحة، ولكن أكيد الدولة بس الجبل في أراضي كتير كبيرة بالجبل تملكها الطائفة في استصلاح، في استصلاح وفي شغل وفي عودة كبيرة للأرض لو كان الكل في بعضة، ولكن وعم نعطي ناس كمان يشتغلوا بالأرض. لا لا الأرض مقدسة، إذا بتاخذ مثلا رسالة البابا قداسة البابا فرانسيس لوداتو سي ليكن مسبحا عن الطبيعة عن الأرض، الأرض بيتنا صحيح. جزء منا شيء ما قالنا حق أبدا نفرط بهالشيء إطلاقا، بالعكس نحن عنا سياسي إنمائي للريف ما عم نقصر بس أكيد الإمكانيات محدودة، وبتصور الدولة كمان لازم أن الدولة عندها إمكانياتها فيها تعمل مشاريع كتير مهمة على الصعيد الإداري اليوم. بس إذا كل قضاء بصفي عندك محافظة بتعرف يعني اللامركزية الموسعة، اللامركزية الموسعة تخلق وظائف وبتريح المواطن، ما هودي كلهم بيساهموا بشي بشو نعم. بإبقاء اللبناني حيث هو في الجبل، وكلهم بيتمنوا يكونوا بجبال، جبالنا رائعة وساحرة، مين بيحب يقعد بالمدن بالتلوث؟ بس بدك تخلق له مقومات لحياة تكون كريمة وشريفة. نعم محترم، هل أيام مش يا أكبر مشكلة المسيحيين بين بعضهم ولا مشكلتهم مع الآخرين؟ مثل بعضهم كلهم جاوب لا ما عم نقصر، ما عم نقصر بخلق مشاكل هيدا أصبت لك تاريخ البشر خي جورج هو تاريخ مأساة. إذا بتاخذ أولى صفحات سفر التكوين قايين وهابيل ما في غيره بشكل رمزي على السريع بشكل رمزي قايين وهابيل، طب معقول يعني فيش حدا غيرهم مش حدا غيره بس هذا التنافس بس هو شيء حلو اذا بتاخذها بتقراها بمعناها الواسع، تنافس بين حضرتين. إيه هابيل عنده قطعان معزي وخريف والاخري، وقايين بالارض زراعه والثبات. قايين هو مستقر وخيه هابيل هو تجوال بدو صح يلي بيستقر صار عندك نوع من الحضاره الثابته وعندك تجارة وتعاطي ناس مختلف بين بعضهم لأنه مش روح حل صفي على إيد سابتي، عندك اللا صدق والتجارة الكاذبة كل هالتفاصيل، بينما البدوي ما بيتعلق بأي شيء صح بترحال دائم ما عنده لا أرض ولا ما بيتعلق بأي شيء، نفسيته بهالترحال الترانزيومانس كونتينويل نفسيته بتتغير وعنده صدق أكتر بالتعاطي. لما قدم القرابين قدم تعرف احسن سعور او احسن خروف قدمه كتقدم، بينما هوديك جايب الفواكه رتش مثل يعني تعرف مكعب الصحارة يعني على الوجه بالطريقه اللبنانيه يعني وجه مرتب كعب يعني حلو قدمه لله، الله ما قبل له تقاربين رفض له قرابين ورقيين في حضرتين حلو. حضاره المدن وحضاره الارياف والتنقل والبدو حياه البدوي بقى اكيد قيين ما قدر يتحملها انه خيو هابيل عنده حزن وعند الله وانا رفضت، طيب كان الحل عنده شو؟ هي حضاره المدن التجاره الكذب الجريمه كل هالامور هذه قتلوا لخي تاريخ البشر مأساة بيقول اذا بعد سفر التكريم بشوف هالدم المسال حلو. طيب تاريخ البشريه يخوض الحروب رح اعطيك بس هلا بوليمولوج بنك كمان بتحب اللغه اليونانيه بوليموس باليوناني معناتها الحرب حلو بوليمولوج يعني هو اختصاصي في نشوء الحروب وتداعياتها على الناس بدرس الحروب في العالم بوليمولوجي بوليمولوج عديدين أخذوا بشكل اعتباطي 3000 سنة اقتطعوها من تاريخ البشر نعم تشوفوا قداش كان فيها حرب قداش فيها سلم على 3000 سنة طلع 271 سنة سلام يا لطيف طيب عمالك ما تبسط كمان بس انت بتحب التشاور لازم تبسط لا والله ما بحب اعوذ بالله بس بدي اقول لك نحن مؤمنون اكيد اكيد عندنا رجاء هو الفرح الرجاء ما بنتشائم 271 سنه طلعوا مش انه سلام
تحضير لحروب كمان الاستعداد شو الاستعداد للحرب التحضير للحروب يعني تاريخ البشر كله مأساة حروب متتالية صح طب حدا عم يتعلم يا جورج حدا عم يتعلم طب ما شافوا شو صار بهيروشيما طيب وناجازاكي طيب حدا ارتدع بين هالدول العظمى انه يوقفوا انتاج القنابل الذرية لا بالعكس انت بتعرف خي جورج اليوم القنابل الذرية المخزنة عند دولتين عظميتين عظميين بس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بيدمروا الأرض وبيفجروها 75 مرة صحيح تمام يعني حتى طار على الأرض بديش هالأرض الأرض بديش هالقد الأرض لحتى تتفجر 75 مرة بيفجروها طيب لشو لشو هالقوى الدمار قوى الموت ليش نحن نطلق قوى الموت نطلق يعني في يعني انت عم تنتج قوى الموت ليه اليوم يا أخي إذا عندك قوى الحياة أنا مثلا نحن كبشر مسيحيين مؤمنين برسالة المسيح نحن ما نكون يعني خبرة في إنتاج الحياة بروفيشنال بنكون خبرة بإنتاج الحياة مش خبرة بالموت والقتل بس فيك تقنعهم اليوم الصواريخ يلي قصيرة المدى ولع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والروسية الغيوة للمعاهدة والأمريكية طب ليش؟ طيب ما شافوا بالحروب وين نوصل عباسية الحروب الحرب بين بالحرب العالمية الثانية والأولى كمان بين فرنسا وبين ألمانيا مش ملايين قتلوا كمان طيب طيب هذا يلي الألماني اللي مات على الجبهة والفرنسي اللي قتل على الجبهة لما بيشوف اليوم الاتحاد الأوروبي العمود الفقري للاتحاد الأوروبي هو ألمانيا وفرنسا باتحاد طيب ما لازم يتسأل هذا أنا ليش مت ليش مت هلا فينا نقول مات لحتى يتوحدوا مش هذا ما ماتوا بهالذهنية الحروب ماتوا بذهنية إلغي الآخر وسحق الآخر وإذلال الآخر الحروب وين بتوصل اليوم هلا بين باكستان والهند رجعوا هالدول لوين بدك توصل بالعنف العنف هزيم للإنسان صحيح صحيح محترم أنا نحن قالينا على نفسنا أنه ما بدنا يعني بعد بالتوافق وبعد استئذان حضرتك لكن عم بحكي كساحة لبنانية داخلية هل تعتبر هناك خشية مبررة وخوف مبرر للمسيحيين من المسلمين وعم بسأل السؤال بكل محبة وبتحديدا هل هناك هل هذه الدفع باتجاه تخويف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مبرر؟ أبدا. هل يخشى المسيحيون سلاح حزب الله مثلا؟ أبدا أبدا ما لازم نخاف من بعضنا إطلاقا ولو ما إحنا بضيعة مشتركة صح بضيعة مشتركة راقية والحمد لله عايشين مع بعضنا ونشوف ليش ما نخاف معنا ولا ممكن يعني عندي أنا عندي في موضوع السلاح في طائفة هلأ مسلحة هذا الكلام بين في طائفة مسلحة بينما في ظروف بينما كان في التجنيد الإلزامي أو خدمة العالم يلي كانت تطيح للجيل الجديد على الأقل يعرف يكون يستعمل سلاح ويتعرف ويصهر الوطن بعده لغيوة تفضل لأنه أنا مش خايف من شيء أبدا بتعرف أنا حضرتك بتعرفني وبتعرف ما عندي خوف من أي شيء بتصور كل الأمور رح تنحل بشكل كتير حلو وسلس لأنه المسلم اللبناني عنده هم لبنان ككل المسيح اللبناني عنده هم لبنان ككل هن عنا هم بعضنا وهذا شيء بيظهر هلا أكيد بتشوفوا بعض الأيام بيكون عندك تشنج في تضارب مصالح شيء طبيعي شيء ما بيستهجن هالشيء ولكن أنا قراءتي للأحداث إنه اللبناني إن كان مسيحي أو مسلم هو الأرقى في العالم لأنه معودين على التنوع يعني نحن ضيع مشتركة ومنعيد بعضنا ومنعيش مع بعضنا بالحزن منشارك بعضنا بالفرح منشارك بعضنا يعني في أمور رائعة جدا والناس بيحزنون عليها انت عارف بس سيرة الحرب بلبنان اجوا ناس من السودان مسيحيين تفاجئوا يا عمي انتو 15 سنة حرب وقتل على الهوية طب هلأ خلصت الحرب وجعتوا عيشوا مع بعضكم مواد مشتركة وحفلات مشتركة لك نحن بالسودان ولا ممكن نتصورها ايه خصوصا الشمال والجنوب السودان ما بيقدروا يتصوروها صحيح بيجوا بيقولونا يا عمي انتو شو هالشعب هذا شو هالبلد العجيب غريب طب انتو مبارح كانت حرب ضروس ليش لانه كانت حرب مفروضة علينا حرب الاخرين على ارضنا لحسابك بس راحوا قاعدين مع بعضنا
مواد مشتركه، حفلات مشتركه، بنحدث بعضنا، بنشتاق لبعضنا، بنعمل لقاءات. عم تنفي محترم اي سبب داخلي للحرب اللبنانيه والازمه الداخليه؟ يعني ما بتعتقد انه في انه مشاكل بين اللبنانيين بنيويه اكثر ما هي خارجيه؟ بطلب من اللي باحثين بالتاريخ يشوفوا حقبات لبنان، اي متى هاللبنانيين حاربوا بعضهم ودخلوا بصراع دموي بين بعضهم، بس يكون في عندك حضور عسكري اجنبي. صحيح. طيب 400 سنتين الحكم التركي، 400 سنتين بتعرف يعني الناس قديش ولدوا ناس وماتوا ناس اجيال تحت الحكم التركي. خلصنا من التركي، كمان اجت غير دول فات على لبنان وقبله كتير. طيب لما بنكون احنا لحالنا، صار بلبنان معركه عسكريه بين فريقين، ما راح اذكر، طالت 3 ايام. لو كان عندك وجود عسكري اجنبي كانت بيروت هلا تهدمت، عندك لتقبيها وبعد الحرب ماشي. صحيح. بدك مين يغذي؟ بس لما نكون لحالنا صراع بيكون محصور بالزمن فتره صغيره وبيخلص. ما عنا نحن جونا اللبناني، اللبناني منه دموي. بدي اقول لك اياها جورج، هيدي كثير مهمه. لبنان منه دموي، لبناني غير بلدان حوالينا عندهم تاريخ دموي، نحن بالعكس. انا بحكيك انا منطقتي، بس بمنطقتي انا من بلدان قضاء جزيل، اثناء الحرب ما صار شيء عنا ابدا الحمد لله. بتعرف بس مرات صارت مجزأة ومقصمه وما تروح لمطرح ما تعرض حالك. حد منا ضيعه اسمها بنواتي من اخواننا السني الوحيده بالمنطقه، عايشين عائله مشتركه يعني ضيع يعني بدير مشموشي والمكان يحافظوا على الدير اكثر منا. شوف شو حلو، هذا تقليد لبناني عظيم. حلو. انت بتعرف بالاحداث يمروا على الاصدقاء المسيحيين بالمنطقه يقولوا لهم ما تعرضوا حالكم بصيدا، بيعملوا معاملات بتعرفوا مركز بصيدا، نحن بنعمل لكم اياهم بنجيبها، خافوا عليكم. طيب ما عندوش هم المسيحي؟ صح، برافو. مش هذا شيء راقي؟ طيب هذا البلد بيموت لما يكون عندك هذه الحضارة، انه مسلم حد منك حتلين همك يقول لك ما تتعرض، نحن بننزل على صيدا بنعمل معاملة بنجيبها، ما تعرض حالك. برافو. ونحن حافظنا عليهم، في عنا هم متبادل. طيب هودي اصدقاء، هودي اخوتك او شراكي في الوطن. حلو. وشراكي في التعليم، تعلموا بدار مشموشي، كانوا في يعني عندهم منام واحد يجمع الماروني والارثوذكسي والروم كاثوليك والعندك والشيعي والسني والدرزي كلهم مع بعضهم في منام واحد. هذا البلد العظيم لبنان لا يموت. على هذا الامل وعلى هذا الرجاء قلت لك هيدي قراءتي لمستقبل لبنان. روح على بلدان العالم، شوف شو في مآسي، شوف شو في خوف من الاخر المختلف، في نزعة أوروبية رهيب. امبارح كانوا نحن بلبنان معنا في نزعة معاداة للسامية وللعرب كمان والمسلمين بأوروبا عم تكبر وخطيرة جدا بأمريكا اللاتينية. خطيرة جدا. تعرف جورج بأمريكا اللاتينية بيحسدونا انه نحن عايشين نتنزه برا بدون مشكلة. ايه مزبوط. نتمشى على الطريق بعد الساعة 8:30 نتمشى ونروح ونسهر ونجي على بيتنا، ما بنتعرض لأي شيء. أمن مسترتب ومستقر ان شاء الله على طول، يعني أكثر بلد في العالم استقرارا وأمنا ان شاء الله ان شاء الله. طيب ليش ما بنشوفها هيدي؟ ليش بدل ننعي على غير اوضاع نقول انه في عنا شيء حلو؟ لما بتكون عندك نفسيه المسلم ونفسيه المسيحي بلبنان هيك بهالرقي، طيب كيف هذا البلد بده ينهار او سيتقهقر او سيتغير وجهه؟ ولا ممكن. انا هيدي قراءتي وبتصور هلا الاحداث اللي عم بتصير، زياره قديس البابا والحدث القمي في الامارات مع الدكتور احمد الطيب يمثل المسلمين في العالم، كل هالأحداث هيدي تدفعني أن أكون واثق أكثر من المستقبل إن شاء الله. والإسلام الجديد آتي إن شاء الله إن شاء الله. أنا بدي أشكرك. طول بعمرك. أنا ساعة ونص نحن وياك، بتمنى كانت تكون 3 ساعات. طول بعمرك. وألف سنة في عينك، في عينيك يا رب، كأمس الذي عبر. مروا ساعة ونص كأنهم 10 دقائق. صحيح. انا بدي اشكرك. شكرا لك. انت مناره على جبل يا محترم. لا خجلني. لا هذا انا عم فكر معك وفكر ان شاء الله. الله يعطينا رجالات دائما مثل حضرتك، مسلمين ومسيحيين بحبوا هذا البلد، بده يحافظوا عليه ويتركوا للاجيال اللي جايه كمان شيء يفتخرون به. نحن بنفتخر فيك. انا بدي اشكرك بروفيسور بشكل لطفك. اهلا وسهلا. ومنونك كيف حفزت هذا اللقاء بشكل جيد جدا. شكرا. بشكر استضافه الاو تي في لي. اهلا وسهلا. بتمنى لك كل الازدهار ان شاء الله الى لقاءات جديده وثانيه باذن الله. وفي لبنان دائما متجدد وجميل باذن الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم.